اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. بالامس احتفلت منظمه الصحه العالميه باليوم العالمي للصحه النفسيه، وبياتي هذا اليوم تحديدا هذا العام تحت شعار دعونا نتحدث عن الاكتئاب او الصحه النفسيه في العمل تحديدا. طبعا منظمه الصحه العالميه بتناقش زي ما شفنا كده من شعار هذا اليوم الاكتئاب اللي بيتعرض له العاملون في اي مؤسسه من مؤسسات الدوله، والضغوط النفسيه اللي بيتعرضوا ليها، ازاي ممكن العامل يتغلب عليها، والاكتئاب بشكل عام ازاي ممكن نعالج الاكتئاب اللي بيتعرض ليه اي فرد او اي شخص في اي مكان، ممكن يعالجه ازاي، ممكن يتغلب عليه ازاي، وايه الاسباب اللي بتؤدي لهذا الاكتئاب. كل ده هنناقشه مع حضراتكم في حوارنا مع الدكتوره ناهد شوقي، استاذ علم النفس بجامعه عين شمس. اهلا بيك يا دكتوره ناهد. اهلا بحضرتك. في الاول عايزين نعرف اليوم العالمي للصحه النفسيه امتى بدا العمل بيه او الاحتفال بيه؟ هي كانت فكرته سنه 48 لما ابتدوا ينشئوا منظمه للصحه العالميه. بعد كده جت مبادرة من الكونجرس الأمريكي سنة 90 قالوا نعمل أسبوع للتوعية بالصحة النفسية. إلى أن سنة جت 92 وابتدوا يحتفلوا بيه سنويا باليوم العالمي للصحة النفسية، وكان كل سنة بياخدوا شعار، يعني شعار السلامة النفسية في سنة، إزاي نحافظ على صحتنا النفسية في سنة. السنة دي بنقول دعونا نعمل يعني محاربة الاكتئاب الناتج طبعا عن ضغوط الحياة وضغوط العمل. طيب بيكون في أي فعاليات في اليوم دوت غير المناقشات ديت، أو هذه المناقشات بتفضي إلى إيه في النهاية؟ إزاي ممكن تتحول مثلا لواقع لخطوات عملية الإنسان يتغلب بها على الاكتئاب؟ أول حاجة هما بيعملوا دراسات طبعا، بيشوفوا أكتر نسبة اضطرابات نفسية بيشخصوها بناء عليه، فبيلاقوا إن الاكتئاب ده هو أكتر مرض مشخص حول العالم. فبيبتدوا يحطوا توصيات إزاي نحافظ على الصحة النفسية للإنسان، إزاي نقدر نتجنب، بنعمل دراسات مين اللي عنده قابلية للاستعداد للإصابة، لأن كلنا بنتعرض لضغوط، كلنا طبعا بنتعرض لمشكلات في حياتنا، بس مش كلنا بنتعرض للاضطراب النفسي، بيبقى درجات يعني. طيب إزاي يعني خلينا مثلا نطبقه على المجتمع المصري. ايه درجات الاكتئاب اللي ممكن زايده شويه بيعاني منها المجتمع المصري؟ ده نتيجه الاحوال الظروف الاجتماعيه والاجتماعيه او التغيرات اللي حصلت فجاه في المجتمع. يعني حصل تغيرات يعني فجائيه في الناحيه الاقتصاديه والثقافيه كمان. يعني احنا بنعاني دلوقتي في الناحيه الثقافيه ان بيجي لنا ثقافه سواء من البرامج، من الاذاعه، من التلفزيون، من الشارع، ثقافه غريبه على مجتمعنا طبعا، غيرت فينا برضو، غيرت في اولادنا، فبالتالي ده بيعمل لنا برضه شيء من الاضطراب النفسي. طيب بحسب احصائيات منظمه الصحه العالميه الاكتئاب بيأثر على 300 مليون شخص حول العالم. طب نصيبنا منا احنا في مصر قد ايه؟ النص ولا حاجه. عدد عندكم فعلا مثلا احصائيات رسميه او يعني ممكن يعتد بيها فيما يتعلق بمرضى الاكتئاب في مصر قد ايه؟ لا ما فيش احصائيات ثابته جدا، لان احنا مش بننزل في مصر نعمل يعني ايه كشف على الناس، لكن احنا بنرصدها من خلال تردد الناس على العيادات. فبنلاقي ان اكتر نسبه الناس بتترد علينا يعني هم اكتر ناس بيعاني من الاكتئاب، سواء سيدات او رجال او اطفال، لان الاكتئاب ممكن يبدا عند الاطفال كمان. طب الاكتئاب درجات صح؟ متفاوته درجات وانواع. يعني في اكتئاب موسمي بنقول عليه، بمعنى ان ما بين تغيير الفصول الصيف والشتاء ممكن الناس تعاني بالاكتئاب، لان الشتاء بيبقى عتمه ومفروض في خلايا في جسمنا وغدد بتفرز مواد مع سطوع الشمس، فقلة وجود الشمس ممكن يقلل نسبة هذه المواد، فبالتالي ممكن الناس تكتئب، فده اكتئاب موسمي يعني. بيتعرض له ناس كتير على فكرة طبعا. في اكتئاب تفاعلي، يعني احنا بنتفاعل مع الأحداث أو المواقف الحياتية، ناس بتمر بظروف اقتصادية، ظروف اجتماعية، وفاة حد في العيلة، فده اكتئاب تفاعلي بيزول أسبابه بزوال السبب. يعني بيبتدي كده الحالة المشاعر والاحاسيس تتاثر، والناس تبقى حزينه ومكتئبه ومش عايزه تروح شغلها ومش عايزه تتكلم مش عايزه تاكل، وبعد فتره الحاله بتهدى. فده النوع الثاني. النوع الثالث اللي هو نتيجه اضطراب بعض المواد الكيميائيه في المخ. ده في منه بقى جزء وراثي، يعني وراثي. الجينات الوراثيه بيبقى لها عامل اساسي بالاضافه لضغوط الحياه، وثالث حاجه نمط الشخصيه. يعني هل انا شخصيتي عندها القابليه للاصابه؟ لان ممكن العيله كلها موجوده في نفس المكان، واحد بس اللي يتاثر والباقيين ما يتاثروش، فبيبقى في شخص مننا مستهدف او عنده قابليه للاصابه. طيب خلينا نتكلم بقى عن الاكتئاب النوعين الاولانيين او اللي هم متعلق بتغيير الفصول والمتعلق بالظروف والاوضاع الاقتصاديه والاجتماعيه الصعبه اللي كلنا بنعيش دلوقتي اللي ممكن يعني نتكلم عشان الناس ما تكتئبش معانا. بالظبط. يعني ممكن نتغلب عليهم ازاي؟ ممكن نتعامل مع الموضوع ازاي؟ لانه اعتقد ان ما فيش حد فينا دلوقتي مش بنمر بالظروف ديت. اولا انا دايما بقول للناس لما الواحد هيركز على مشاكله مش هيعرف يحلها.
لكن انا اركز على حلول لمشاكلي. ببتدي اشوف يعني انا اكيد عندي جزء من نمط تفكيري، لان كل واحد مننا بيفسر الاحداث الحياتيه بالطريقه اللي بتريحه. فبالتالي انا ممكن افسر الاحداث الحياتيه دي صعبه جدا وانا مش هنتهي منها وهقع في مشاكل اكتر، فده تفكير فبيقودني اكتر للاكتئاب. تفكير سلبي. تفكير سلبي جدا. هو تعريف الاكتئاب مشاعر عميقه من الحزن والياس واحساس ان الدنيا دي سودت في وشي وانا مش هشوف حاجه تاني. فبالتالي كل واحد مننا بيمر فتره من فترات حياته بهذا الشعور. في انسان بيتغلب عن طريق بقى العمل زي ما حضرتك ذكرتي وقلتي ان احنا بنلهي نفسينا في العمل، بس نخلي بالنا لان انا لو شغلت نفسي بالعمل بس وما خليتش لحياتي جانب اخر اللي هو جانب الترفيهي، جانب الاعتناء بمهاراتي بهواياتي، ان انا اشجع نفسي ان امارس رياضه، فطبعا العمل دايره العمل ممكن توصلني لحاله الاكتئاب اكتر كمان. اكيد طبعا. طب لو ظروف العمل برضو مش سهلة، يعني هم كمان في منظمة الصحة العالمية لقوا انه الضغوط النفسية الواقعة على العاملين تحديدا اللي بيشتغل يعني بيعملوا في اعمال ذات اجور منخفضة او ظروف صعبة بيكونوا عرضة للتعرض للاكتئاب والامراض النفسية. طيب ما احنا برضو عندنا في المجتمع المصري في نسبة كبيرة جدا من العاملين بالشكل ده في الظروف دي، ممكن نقول لهم ايه او ازاي يبصوا للجانب المشرق او الايجابي في حياتهم ازاي؟ لا، هي المنظومة كلها المفروض تتغير. يعني انا دايما بلاحظ ان الناس اللي بتجيلي بتشتغل في نظام الشيفت، هو دايما بيلخبط الليل بالنهار، اللي هو زي عندنا كده في حاجات يعني زي اللي في المول وزي اللي هم في مؤسسات الاتصالات او في المصانع الكبيره بيبقى نظام الشيفت. نظام الشيفت على قد ما هو بيعمل انتاج لكن هو بيدمر الانسان، لان في بعض الخلايا في جسمنا وبعض الاجهزه العضويه زي الكلى مثلا بتحتاج العتمه عشان تنضف. فبالتالي انا قاعد في اضاءه 24 ساعه ولما بروح بنام في النهار، فبالتالي مفيش العتمه الكافيه. فعشان كده معظم الناس اللي بتاخد شفتات طويله بتشتكي من الام في الكلى، لان مفيش الافراز السليم اللي هو هينظف الكلى. فبالتالي انا يعني بستغرب المول لما بيقعد لوحده واتنين بالليل، الموظف اللي في المول ده بيروح الساعه كام؟ هيعيش حياته امتى؟ فده طبعا اول دافع لدوافع الاكتئاب، لان انا مش هقعد مع اسرتي، مش هاكل بطريقه سليمه، ما عنديش وقت ان انام لان الساعه البيولوجيه بتاعتي اتلخبطت. فبالتالي على قد نظام الشفتات كويس وبيجيب انتاج وبيشغل ناس، في بعض الاعمال كتيرة. زي ما قلنا في بعض الاعمال تحديدا بتبقى يعني هي ماشيه بنظام الشفتات بالزبط. او ال 24 ساعه زي ما قلنا في مجال الاعلام، مجال الامن. طيب ممكن برضو الناس دي ننصحهم بايه لو مثلا في يوم ده كان في عنده الشفت المسائي او الشفت الفجر او كده، اما يروح البيت يعمل ايه المفروض؟ هل ينام في النهار ولا يستمر مثلا صاحي؟ يعني لا طبعا لازم ينام، لازم ينام بقى في يعني مكان هادي، مكان مغلق، مكان الجو في متجدد عشان ما يكونش فيه مثلا يعني النوم في التكييف على قد ما هو بيرطب الجسم انه بيتعبنا بيكسر الجسم بعد كده لما بنصحى. لازم كمان نعتمد على بعض الاغذيه اللي بتقوي خلايا جسمنا وبتقوي خلايا مخنا. فبالتالي انا مش هروح بقى سهران 24 ساعه واطبق 24 ساعه، لا لازم اخد كفايتي على الاقل من 6 ل 8 ساعات نوم، ونوم عميق. بس هنام عميق ازاي وانا عندي مشكلات وانا بفكر وانا قلقان وانا خايف؟ فبالتالي لازم اتخلص من بعض احنا المشكلات. لازم نتخلص، لازم نتخلص يا دكتور من فكره ان احنا اول ما ندخل السرير بيجي لنا بقى كل الافكار المتعلقه شريط بيمر باحداث الحياه ومواقفها اليوميه، ما بسميش شريط سينمائي. لان كل الاحداث اللي بتمر علينا خلال اليوم، خلال الاسبوع، خلال الشهر، هي بتجي لنا في الفترات اللي هي قبل النوم مباشره. بالظبط. واول ما بنصحى الصبح، عشان كده ساعات نصحى مزاجنا متعكر نتيجه ان احنا ده بنصحى ساعات كمان بصداع وتعبانين. الخلايا بتاعتنا ما نامتش واجهزه جسمنا شغاله، وبالتالي الجهاز العصبي فضل طول الليل شغال. طب ازاي يعني ازاي نفصل بقى؟ يعني ازاي يكون قرار كده نابع من الشخص ان انا مش هفكر في الحاجات السلبيه دي على الاقل فتره المساء وانا داخل انام؟ تمام. بس يعني يكون قرار بايدينا ناخده يعني. بنستخدم طريقه اسمها الالهاء. ازاي انا اول ما هتجيني الفكره السلبيه ان انا بكره عندي شغل وعندي مشاكل وعندي وعندي وعندي، ببتدي لا انا افكر في حاجه ايجابيه هعملها، نجاح هستثمره، فكرة جديدة هعملها لنفسي، مشروع، مذاكرة، خروجة مثلا، خروجة اقعد افكر فيها. ازاي هرتب للخروج؟ هروح فين؟ ايه المكان اللي هروحه؟ هنا العقل اللاواعي هيبتدي يركز في الجزئية دي، لان العقل اللاواعي عندنا بيحفظ صور. فبالتالي لما بنيجي ننام بيطلع لي الصورة المحفوظة، فكل الصور المحفوظة عندنا ايه؟ شغل، قلق، مشكلات، تعب، خبرات سلبية. فبالتالي لا، أنا عايز أعمل تنظيف بقى للجهاز ده. فبالتالي قبل ما هنام هبتدي أحلم ببكرة، بس أحلام وردية، تفكير في مشروع، تفكير في مهنة جديدة، دراسة، أنمي هواية،
العب رياضه قبل ما انام، اعمل تنفس. يعني التنفس الصحي ده قبل النوم مفيد جدا، بينقي جسمنا وبيخرج ثاني اكسيد الكربون وبيدخل لنا اكسجين فبيخلي دماغنا تشتغل كويس. طيب حضرتك قلتي برضو جمله يعني صدمتني بعض الشيء، انه كان في برضو بيجي لك اطفال بيعانوا من الاكتئاب. ايه اللي هيخلي طفل يعاني من الاكتئاب وبيبقى في سن ايه تحديدا ونوع الاكتئاب ايه؟ عند الاطفال الصغيرين ممكن يجي لهم اعراض الاكتئابيه، بيجي لهم مص الابهام، كرد الاظافر، التواليت يعني تبول لا اراديا تاني، وده نتيجه الضغوط اللي بتقع عليه. يعني طفل 3 سنين بيروح الحضانه مفروض يلعب، احنا بنكلفه بواجبات. بيعمل شقاوه في البيت احنا بنضربه. بيكون هو عنده 3 سنين في طفل تاني يجي في البيت، فبالتالي هو حاسس ان انا بقيت مهمل بعد ما كنت واخد رعايه جامده جدا، فنفسيا بيتاثر، فالنفسيه بتتاثر. عند دخول المدرسه 6 سنوات الطفل بيتاثر، لان المدرسه مجتمع فيه مسؤوليه، فيه اطفال كتير، فيه مقارنه، فبالتالي انا ممكن اتاثر نفسيا. وزي ما قلنا ان في بعض الانماط الشخصيه بنتولد بيها بيبقى عندها القابليه للاضطراب. عند مرحله البلوغ والمراهقه، ودي مرحله خطيره جدا، الانسان في المرحله دي عايز يثبت ذاته، عايز يعبر عن رايه، عايز يعبر عن عواطفه، طبعا بتجي لنا صدمات كتيره في اسرتنا وفي المدرسه وفي الثقافه بتاعتنا، فبالتالي ممكن الانسان يتعرض للاكتئاب. احنا بنشكر حضرتك جزيل الشكر الدكتوره ناهد شوقي، استاذ علم النفس بجامعه عين شمس، يعني على الروشته السريعه ديت للصحه النفسيه في اطار طبعا احتفال منظمه الصحه العالميه بيوم الصحه النفسيه، وازاي ممكن نتغلب على الاكتئاب وعلى هذه الاعراض الخاصه بالاضطراب النفسي والضغوط النفسيه اللي بيتعرض ليها المواطن او الشخص في هذه كلمه اخيره بس فضل. اهتموا بالغذاء، يعني البروكلي في عناصر كويسه جدا لخلايا الدماغ، البيض مهمين جدا والكالسيوم اللي هو في الزبادي وفي اللبن، دول بينشطوا خلايا الدماغ فبالتالي بيساعدونا على نحط هذه بعض الهرمونات اللي هي مضاده للاكتئاب وللتوتر والقلق. اكيد احنا بنشكر حضرتك جزيل الشكر، نورتينا دكتور ناه. شكرا. ومشاهدينا الكرام وصلنا واياكم الى ختام حلقه اليوم من هذا الصباح، وننتقل على الهواء مباشره الان الى العاصمه الاداريه الجديده لنقل وقائع افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من المشروعات هناك. الى اللقاء.